اخويا بطبيعه الحال انا ضد هذه الساعه الاضافيه هذه، لان ما بقينا عارفين راسنا واش حنا عايشين هنا ولا تابعين شي جهه اخرى ولا شي دوله اخرى، ولا ما كتفهم والو. كتكون جالس ما عليك ما بك، كينزل عليهم قانون احكا اجي نزيدوا ساعه، ما تشاوروا مع حد، ما تشاوروا مع اللي كيعني الامر بالدرجه الاولى، هو المواطن هو اللي بقى يوس خدام كيخدم السويعات ديالو، عنده وليداته كيقريهم في المدرسه، كتجي انت كتفرض عليه واحد الساعه زايده. والغريب في الامر انك كتزيدها العام كامل وكتحيدها في رمضان. علاش؟ شنو المفهوم ديال هذيك الساعه كتحيدها في رمضان وكتخليها زايده في العام كامل؟ الا زدتيها زايده بخطره، الا حيدتها حيدها بخطره. وقول لنا علاش زدتيها، شنو غنستافدوا حنا من هذه الساعه اللي زايده؟ شنو يعني كتقول لنا انت غادي نقتصدوا في الطاقه، نستافدوا من الضوء ديال الشمس، بينما مثلا في العام كامل ماشي ديما غنستافدوا من الشمس. كاينين الوليدات الصغار تيقراو في المدرسه واحد الوقت كيقراو الوليدات الصغار في المدرسه، تخيل معايا في الوقيته ديال البرد راه كيدخلوا بكري، كيمشيو مثلا مع 8 ونص كيخرجوا باقا الظلمه، اللي كيخرج مع 8 ولا 7 ونص باش يوصل للمدرسه كيمشي في الظلمه، الدري الصغير كيتخربق ما كيفهم والو. الدراري ديال الابتدائي عندهم هاد القضيه هادي فيها مشكل عويص بزاف، عاد الاباء ديالهم حتى هما تيتخربقوا صراحه. هاد الساعه هادي بغينا الناس المسؤولين يوضحوا لينا اشنو، علاش هاد الساعه مديوره بحال هكذا، كتزاد على طول العام وكتنقص غير في رمضان. الا كانت باش نستافدوا حنايا من الضو ولا شي حاجه، على الاقل بعدا تكون مديوره في الوقيته اللي كيكون فيه النهار طويل. مثلا تزاد كيف ما كانت في الاول في شهر 4 كيزيدوا ساعه وكيحيدوها في شهر 9، هي مزيانه هي، ولكن باش تزيدها انت على طول العام قصها ما كاينلاش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا عيد مبارك لجميع الاخوان اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو. التساؤل اللي كيكون كل سنه بعد العيد الفطر المبارك هو الرجوع للساعه القانونيه. هي اصلا الساعه القانونيه يعني كنرجعوا لها، وهذه خدمه مده عده سنوات، لكن السؤال اللي خصو يتساءل ماشي واش حنا متفقين ولا ما متفقينش، ما هو المغزى منها والهدف منها؟ واش الهدف اللي فيها وصلت لي ولا ما وصلتليش؟ الا كان وصلت للهدف ديالها فمزيان نبقاو نستمروا فيها، الا ما وصلتش للهدف ديالها تبدل ولا تلقى لها شي حل. وثانيا عندي واحد التساؤل، علاش كيتناريني كنخدموا بهذا العام كامل الا في رمضان، بما انه غير نفس التوقيت يعني نفس الاوقات، سواء زايده ساعه او نقص ساعه هو نفس المده ديال الصيام راه باينه. كذلك بالنسبه نطلبوا من الناس المسؤولين يعطونا واحد التفسير اللي هو قانوني منطقي بالاحصائيات، اشنا هو الاستفاده اللي كتستافد منها البلاد الى تزاد ساعه، وشنو الحاجه اللي ما كتستافدش منها مثلا ولا النقد ديالها في الحاله اللي ما كتزاد ساعه؟ هذا هو الاشكال اللي خصو تطرح. اذا جاب الله كانت تستافد فنحن مع المصلحه العامه ديال البلاد، اذا ما كانتش ما كتستافدش منها وكانت تسبب مشكل المواطنين، لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه للامن، خصوصا الناس اللي كيخرجوا الصباح بكري مع باقي الظلام تيكون الشارع خاويه خصوصا في الايام البارده ولا هذا. نتمناو تلقى شي حل اللي هو يكون جذري وتحسم هذا النقاش بصفه نهائيه، ما يبقاش يتعاود كل عام ولا يصيب الناس بواحد النوع من الملل. يعني حنا كندوروا في حلقه مفرغه نفس كل سنه قبل رمضان، علاش تحيد، علاش ما تحيدش، علاش غيبقى، واش حلال حرام الى اخره. ثاني من بعد رمضان علاش غيرجعوا، علاش ما يخليوه، وعاد الاشاعات اللي كيقولوا بانه ما غادي تحيد، ما غاديش تحيد. هذا هو الاشكال. نتمنى بان الناس اللي مسؤولين يجاوبونا على هذه التساؤلات، ونتمنوا الجميع عيد مبارك سعيد، ونتمنوا الامه المغربيه المزيد من الازدهار والتالق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.